لا لا، أنا عمري ما شلت هم المذاكرة. منهج إيه اللي خاف منه يا عم؟ يعني مثلا دراسات وتدارسها درستها كلها، حشائش السبنة ناقص لعدها، في الحفظ أنا حافظ زي حافظ إبراهيم، في الفهم أنا فاهم زي خلف جوا مين، في العربي أنا بحر، أنتوا الكتير مبتدع الكل، عارف لي أنت مين، ذاكر صح حل حل صح، ذاكر صح حل حل صح، الأضواء سهلة ذاكر صح، الأضواء وبذاكر أذاكر أنا صح، حل صح وصلت ولا نقول كمان؟ في الجاذبية أنا نيوتن على الأرض أوقعك، في الخلية أنا النحلة، في العلوم الأسواك، بس كرول بألف في المنهج مش بنهج، على الهادي مقفل عداد، الأول من تاني، الأول مش تاني، مش شابتر للتاني عن قمة الآن، ذاكر صح حل حل صح، ذاكر صح حل حل صح، الأضواء سهلة ذاكر صح، الأضواء وبذاكر أذاكر أنا صح، حل صح يصحى معايا الأضواء، مذاكرة بطريقة أذكى من الكتاب والكمبيوتر والموبايل، هتذاكر وتراجع وتمتحن، ذاكر صح وخليك في الأضواء.